هنا. سيناء أرض عظيمة، سيناء أرض مقدسة، وإننا في الحقيقة في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات تجمع بين الراعي والرعية، تجمع بين الرئيس والمرؤوس. وما كان لنا أن نجتمع هذا الجمع الطيب، ما كان لنا أن نجتمع هذا الجمع المبارك، وبالذات هنا في زاوية الشيخ خلف الصوفية بالجورة، قلعة الصمود والثبات والتحدي قديماً وحديثاً. ما كان لنا أن نجتمع لولا فضل الله تبارك وتعالى أولاً، وحفظه لبلدنا الحبيب، ثم سواعد رجال قواتنا المسلحة، رجال الجيش الباسل بجميع فروعه وأجهزته، ورجال الشرطة المدنية العفية، واتحاد شباب أبناء سيناء، حيث التحم الجميع في جسم واحد على مر العصور والتاريخ، وانطلقوا جسم واحد ويد واحدة يرددون هتاف واحد: الله أكبر وتحيا مصر. وانطلقوا انطلاقة واحدة بعزيمة وإرادة وإخلاص، فكان الخلاص، كانوا بإخلاص فكان الخلاص، الخلاص في كل المواقف. كان الخلاص يوم 6 أكتوبر 73، وكان الخلاص الأخير من الإرهاب البغيض. والحمد لله، دولة السيد رئيس الوزراء، جئتم اليوم ومعكم وحاملين البشائر ومفاتيح الخير لأهليكم أبناء سيناء، حراس الأرض ومعمروها بأيديهم وأسنانهم في ظلال دولتنا الرشيدة، تحقيقاً لدعوة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فأنتم جئتم اليوم مفاتيح للخير، حياكم الله على هذه الأرض، أرض الخير والنماء. سيد الرئيس، إن أبناء سيناء على مدى التاريخ كلهم ولاء وانتماء لله ولدينه، ثم ولاء وانتماء لوطنهم مصر، وما كانوا يوما من الأيام غير ذلك. وعلنا نذكر موقف مشايخ قبائل سيناء عام 1916 من القرن الماضي، قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى، حينما عرض عليهم الشريف حسين أن ينضموا للإنجليز، ومقابل ذلك تكون لهم إمارة مستقلة في سيناء. وقال لهم بالحرف الواحد: نحن خذنا إمارة وانتوا تاخذوا إمارة. ولكن رجال سيناء أبوا وقالوا: نحن مصريون وبلدنا مصر، بلدنا مصر، لن نفرط فيها أبداً. ويدور الزمان دوره، ويتكرر المشهد عام 68، مؤتمر الحسنة، حاولت إسرائيل أن تصيغ بنفس الصياغة، لأنهم يرضعون من ثدي واحد يكررون ما قاله وحاكه الإنجليز.
وعرضوا أن تستقل سيناء وأن تكون تحت سيطرة إسرائيل. فماذا كان؟ كان من أهل سيناء، مشايخ سيناء وعواقل سيناء من جميع قبائل سيناء من قناة السويس حتى الحدود ومن الخليج إلى البحر المتوسط، كانوا كلهم في مؤتمر واحد وبحضور مشهديان والإعلام بجميع أشكاله وأنواعه وألوانه ومن جميع البلاد، وعرضوا على أساس إنهم يعرضوا اليوم إعلان سيناء مستقلة عن مصر. فما كان منهم إلا أن وقفوا الرجال وقفة رجل واحد وكلفوا قائدهم يتحدث باسمهم وقال: نحن مصريون، ومن أراد أن يتحدث عن سيناء فليخاطب جمال عبد الناصر. ولا ننسى في السبعينات ما قام به الشيخ خلف رحمه الله من موقف مع الإسرائيليين حينما أرادوا إخلاء الأرض كلها وأرادوا أن يشتروا الأرض كلها ليقيموا عليها مستعمرات ويقيموا عليها مطار الجورة الذي بجوارنا الآن. كافح الشيخ خلف، حبسوه واعتقلوه، وفي النهاية رأوا من وجهة نظرهم أنهم سيغروه بالمال والجاه والسلطان، فقال لهم قولته المشهورة: والله لو جبتم مال أمريكا ومال أوروبا وقرشين إسرائيل ما فرطت في حبة رمل واحدة من سيناء. وها نحن اليوم أيها الإخوة على أثر الأجداد، ومن وسط هذا الجمع المبارك على أرض سيناء باسم مشايخ وعواقل سيناء، كلنا نعلنها مدوية عالية خلف وراء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا وراءه دعماً بحراسة الأرض وعمارة الأرض والثبات على الأرض. المواطن في عشة دبابة تنفجر أمام كل من تسول له نفسه أن يمد يده إليها، فنحن معه دعماً ومعه تأييداً له غداً في الأيام القريبة في صناديق الاقتراع إن شاء الله. كلنا معه وكلنا خلفه، سننزل ونختار رئيس جمهوريتنا السيسي، وتفويضاً له في كل ما يهم مصر من قرارات، سائلاً الله عز وجل أن يجعل له من أمره رشداً ليعبر بمصر بحار الحقد والمؤامرات والتربيطات والغطرسة إلى شاطئ الأمن والأمان والعزة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفناه قائداً لا يشق له غبار، شارك في العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، ونعرفه أيضاً متحدثاً لبقاً قوياً صريحاً شجاعاً، اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني. أنا لا يحق لي الحديث في حضور دولة معالي السيد رئيس الوزراء، ولكن إذا فرض علي الأمر فأنا أقول ما أشعر به. إحنا وأهل سيناء جيش، ومعانا رجال الشرطة، اتحدنا ومعانا أجهزتنا الأمنية، حددنا هدفنا، توحدت القلوب، كانت الإرادة، ربنا حقق لنا النصر من فضله تعالى علينا جميعا، والنماء والخير
هيعود على كل المصريين وأهل سيناء بعد نتائج أعمال القتال اللي اتحققت على الأرض. كل شكر لكم على مشاركتكم في أعمال القتال، وكل الروح أو الأرواح التي زهقت وراحت إلى بارئها، والمصابين اللي أصيبوا أثناء القتال والدم يجري في عروق المقاتلين ويجري في عروق أهل سيناء، لأنهم احتاجوا لنقل دم أثناء إدارة أعمال القتال من بعضهم البعض. فكان ربنا سبحانه وتعالى الصاحب الفضل الأوحد في النصر وتحقيق هذه المهمة بفضله تعالى علينا جميعا. شكرا لحضرتكم. شكرا سيادة القائد. لطالما كان أبناء سيناء والقوات المسلحة المصرية والأجهزة باختلاف أنواعها والشرطة المصرية الباسلة كتفا بكتف في كل مراحل، سواء صراع أو مراحل التحديات، وحتى الآن في مراحل البناء والتنمية، أبناء سيناء متكاتفين مع رجال الأعمال ومتكاتفين مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية. كما تم إنجاز مسيرة التخلص من الإرهاب، سيتم إن شاء الله استكمال مسيرة البناء والتنمية، وهذا وعد وعهد قطعناه على أنفسنا قديما، واليوم نكرره لاستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. أعطي الكلمة الآن للسيد اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين جميعا، واسمحوا لنا باسم أهالي محافظة شمال سيناء أن نرحب بدولة رئيس الوزراء، ويعني دي الزيارة رقم 3 اللي بيشرفنا فيها، فده معناها بيحمل في طياته انه معالي دولة رئيس الوزراء مهتم بمحافظة شمال سيناء يمكن اكتر من محافظات عديدة في الوادي والدلتا. ولن اطيل معكم في الكلام، ولكن انا بصفتي محافظ لهذا الاقليم بشتم رائحة صوت السيد رئيس الجمهورية وهو ينادي حي على التنمية، حي على التنمية، حي على التنمية. شكرا. مرة أخرى أعلم تماما مدى ضيق الوقت وأعتذر عن ذلك وأجتهد في ذلك لإتمام الأمر بالصورة الطيبة. الأستاذ مصطفى بكري طلب الحديث، وأتمنى أن لا يتم ذلك، يعني في حدود أتمنى يكون في حدود 3 دقائق. شكرا. أنا القلب كانت في حكاية وطن، عندما تحدث عن هؤلاء الذين لا يبصرون لهذا الإنجاز الكبير ويظلمون دوما القيادة السياسية التي أخذت على عاتقها مهمة البناء ومهمة التصدي للإرهاب. المرة الثانية التي تحدث بها اليوم بقلبه عندما قال أن هناك مشاعر وفي نفس الوقت سيناء هي أغلى قطعة أرض لدى كل المصريين. حين يعني سعيد بهذا اللقاء، سعيد بهذه الصحبة، سعيد بأن احنا كلنا على أرض سيناء، وسعيد أيضا بما يقوم به أخي العزيز إبراهيم العرجاني منذ سنوات طوال، وأنا أعرفه منذ أكثر من 20 عاما، وسيناء في قلبه وفي عقله، وسيناء تمثل له ولكل مواطن مصري هي قبلة الحياة. فمن هنا بدأت المخاطر ومن هنا التحديات، وما أكده السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي من أن سيناء وحدود مصر خط أحمر، وأننا لن نسمح بالتجاوز ولن نسمح بأن تكون أرض سيناء وطنا بديلا وإنهاء للقضية الفلسطينية. أنا بشكركم تماماً، وإحنا كإعلاميين سيناء في رقبتنا، وتوجيهات السيد الرئيس دوماً، وآخر مرة أتكلم عن الإعلام وضرورة مراعاة ما يجرى على أرض الوطن وفي سيناء بالذات، والدفاع عن ثوابت هذا الوطن وعن حدود هذا الوطن. شكراً لكم.
مستوى سيناء بشكل خاص، ولعل هذه الفرصة اليوم نحن ندشن بداية لمشروعات قومية عملاقة على أرض شمال سيناء. طبعاً على رأس هذا الجهد القوي جهاز خدمي وقوي لكي يواكب هذا الحجم من المشروعات القومية، ويشرفنا النهاردة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو قائم على هذا العمل، والذي يمكن وصف ما يقوم به أنه بين مزدوجين فوق العادة، لأن هذا المجهود أقل ما يوصف بأنه فوق العادة لكي تتم كل هذه المشروعات القومية التي نشاهدها على مستوى مصر، وأيضا ما نتحدث عنه اليوم على مستوى محافظة شمال سيناء. بنرحب بحضرتك دكتور مصطفى مدبولي، ويريد تسعدنا كده بكلمة ختامية. شكرا جزيلا.